خطط مؤذية جدا، كيف نتخلص منها ولن نستطيع طردها في السكن بالدور الأرضي. لا في حيل نقلها، ممكن تضع خيشة أو تضع القطة فيها وترسلها إلى مكان بعيد عنك جدا. هذا جرب. إذا كانت مؤذية جدا كما تقول وتتعرض للأطفال تؤذيهم وتؤذي الدجاج، تأكل الدجاج وغير ذلك، يجوز لك أن تتخلص منها بطريقة رفيقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته.